السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا هاد السليته كما كتشوفوها بالعقيق الزمرد. وهاد السليته كتكون عندنا ربعة العيون وكتجي بحال الكوزه صغيره كما كتشوفوا، كتجي زوينه في القفيطنات او جليلبات وفيما حبيتوا ديروها ممكن ديروها. كتجي رقيقه فيها ربعة العيون، وكل كاين اسباس بينات هذوك ربعات هذوك الكوزات الصغيرين ديال العقيق الزمرد كيكون أربعة. بالنسبه للخدمه باش كنخدم، كديروا الخيط على ثلاثة، والبره كما كتشوفوها نتوما رقيقه النمره سبعة هي اللي كنخدموا بها العقيق الزمرد، حيت هذا العقيق اصلا ما كيكونش يدخل في البره الا كانت النمره خمسة. هانتوما هاد النمره ثلاثة، العقيق النمرة ثلاثة أو النمرة أربعة حسب أنتي الديكور اللي بغيتي ديري. أنتي راه كيدخل في البرا هاد العقيق بحال هكا، كيدخل في البرا بسهولة. بالنسبة لهاد هاد الشي اللي كنخدم فيه أنا، هذا قفيطين نيت نوريكم كيفاش كنبداو القفاطن وداكشي. دابا القفيطين من الفوق كتكون سلتة، هذا هو الكول كما كتشوفوا، هذا هو الكول ديالو، ها هو الكول. وكنخلو ربعة صبعان او سبعة سنتيم حسب، سبعة سنتيم من الاحسن، كاين اللي سبعان وغلاط كاين اللي سبعان ورقق، كنخلو سبعة سنتيم بحال هكا. وكندوز السلتة ديالنا، كديري البدية راه حنا ديجا طرقنا ليها في الفيديوهات السابقة، البدية ديال ربعة العيون او ثلاثة العيون. انت كديري ربعة العيون، وان شاء الله دابا انا خدمت في هاد القفيطان شوية. دابا غنكمل لكم، ها نتوما غتبداو معايا بحال الله بديت البدية، الله درت بناء مثلا الراندة ديالي او العيون ديالي. ودابا غادي نخدم وغتشوفوني كيفاش غادي نخدم السليته وكيفاش غادي نركب هاد العقيقات فيها. ها نتوما دابا كنخدم عادي عادي بحال الله بغيت نبدا السلته ديالي او القفطان ديالي بحال هكا. دابا حيت كاين العقيق كيجيو هاد السلته ديال العقيق زوينين بحال هكا رائعين. وانا غيرت اللون، درته فرونسي العقيق، درته فرونسي على اللون ديال الحرير باش كيجي باين وما نحتاجش نزوق من بعد. دابا كما شفتوا دابا غادي نبدا الخدمه ديالي ديال العقيق، وغادي تشوفوا كيفاش غادي نبداها. دابا انا عندي ربعه العوينات هنا، واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه. دابا دائما انا كنبدا بهاد العقيقه الوسطينيه، خصني نعرف فين غادي نحطها. كنخدم العين الاولى ها هي باش نديرها في بلاصه العين الثانيه، ها نتوما الثانيه. دونك انا ملي غنركب العقيقه بحال هكا وغنديرها في بلاصه العين الثانيه، غادي نخدم العين الثالثه، الغرزة الثالثة غدا نخدمها بحال هكا، غتبقى ليا الرابعة خاوية غدا نخدمها. كنجي كنخدم التوب ديالي، كنضرب في التوب، عاد من بعد كنعاود نخدم، كنرجع عادي العين اللي فيها العقيقة كنضرب غرزة من هاد الاتجاه وغرزة من الاتجاه الآخر ديالها. هانتوما بحالا كنحزم العقيقة ديالي كما طرقنا قبل في فيديوهات سابقه. دابا انا غنخدم الثوب كما شفتوا، ها هي. دابا غادي ندير العقيقه، مثلا درت الاولى، دابا غندير الثانيه، حيت بحال الكوزه تماما كما كتكوني كتخدمي الكوزه، الكوزه ديالك في سميل يعني في الرنده عاديه كديري العوينه الاولى ليكم بحال هكا هكا. وكنخدم التوب ديالي وكنخدم عين قبل العقيقه وعين قبل من وراها كذا، ومثال العقيقه الثانيه حتى هي هكاك. وكنخدم التوب. دابا كما شفتوا خدمت ثلاثه، دونك خصني نخدم العقيقه
الرابعه في هذا القنت ديال الكوزه. دونك غادي نخدم هذا الخيط اللي فوق من عقيقه، ها واحد حيدتها، العوينه الثانيه هي في بلاصه العقيقه، العوينه التاليه اللي عندي هي هذه اللي فوق من العقيقه. دونك اشنو بقى ليا؟ العوينه الرابعه هي هذه اللي في جنب الثوب. صافي، وكنخدم الثوب وكنخدم دابا العيون عاديين ديولي، الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه. كما شفتوا انا خدمت دابا كنخدم واحد الاسطر عاديين باش نخلي لي سباس بين الكوزه والكوزه ديال العقيق. اربعه العوينات ديالي ضروري خصني نطرق ليهم، ما ننسى العين هكا العين هكا. كنمشي السطر الاول والسطر الثاني، خصني نخلي نفس السباس اللي كنخدم به دائما. كنعاود ثاني، نتوما حسب الذوق ديالكم ممكن ديروا جوج صوره بيناتهم، وممكن ديروا اكثر المسافه اللي بغيتو ممكن ديروها بينات الكوزات، غير على اساس انكم تحافظوا على هذيك المسافه دائما. يعني درتي اربعه سطوره كتبقاي نفس العمليه، كتعاوديها اربعه سطوره دائما. درتي جوج كتبقاي ديري غير جوج، يعني انت كتحافظي على نفس المسافه اللي كتخدمي. دونك دابا اشنو غادي ندير؟ غنعاود العمليه عاوتاني لاننا وصلت للمسافه. اشنو كندير؟ ها انتم العقيقه هي هذه، كندير العين الاولى العين الثانيه، وكاينه غرزه حدا هاد العقيقه هنايا ثاني، العين الاولى والعين الثانيه وحدها واحد الغريزه هاد العقيقه. دونك وصلت لنفس المسافه اللي دايره، وغادي نخدم العين الاولى انتما والعين الثانيه في بلاصتها كنخدم العقيقه. هذه العين الرابعه، كنرجع في الموضع ديال العقيقه، كنخدم قبل منها عين ومن وراها عين انتما، وكنخدم العين الرابعه ديالي. هنايا حدا العقيقه في جناب ديال العقيقه الاولى غادي نخدم العقيقه، وكنخدم في الخيط اللي فوق من العقيقه. يعني انا هاد العقيقه الثانيه درتها في بلاصه العين الاولى وخدمت العين الثانيه، دونك بقى ليا جوج عوينات جوج غريزات غنخدم في بلاصه العقيقه في الغريزه الثالثه في بلاصه العين الثالثه عفوا العقيقه، وتبقى ليا الرابعه غنخدم فيها الخيط. وكنرجع نفس العمليه اللي درنا، كنعاود نحزم هذوك العقيقات بعوينه قبل منهم وعوينه من وراهم. كما كتشوفوا دابا انا سال لي الخيط قبل ما نخدم في الثوب، كنخشي الخيط في الثوب هكا وكنخرجو من اتجاه اخر، وكنخدم العوينه اللي في الثوب في نفس البلاصه اللي خشيت منها الخيط مني سال ليا. ها انت دابا ما عندي حتى شي مشكل. دابا غنخدم هاد العين وغنكمل الكوزه ديالي الصغيره ديال العقيق في العقيقه الاخيره. هانتي وكنخدم فوق لا الخيط في الخيط اللي فوق العقيقه الثانيه، كتبقى ليا هاد العوينه ما تنساوهاش، هادي ما تنساوهاش الرابعه، ديما حسبوها حيت كتبان صغيره ربما تنسوها. وكترجعي بالخدمه ديالك
عادية. هاد العين الأولى، هاد الثانية، هاد الثالثة، هاد الرابعة. دابا كنخدم عادي. العين الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. كنعاود نفس السباس اللي كندير بالجوزه والجوزه نفسه باش يبقى عندي نفس الرؤيه للخدمه ديالي. يعني كتجي هكا متوله نفس السباس، ما يمكنش ندير هذا اكبر من هذا او هكا. كنبدا الجوزه ديالي عاوتاني. هذه هي الخدمه ديال اليوم اللي شفتوها، كنتمنى تكون عجباتكم. هذا هو الدرس ديال اليوم، والى الدرس القادم ان شاء الله.